جريئة ورياضية وبتحب السفر وجمالها أوروبي وبتعمل الباروكة ب10,000 جنيه. مفيش واحدة بتنافسها في صناعة البواريك في مصر، الفنانين كلهم واثقين فيها وبيلبسوا من عندها. فتحت بدل المحل 4 في مصر ده غير اللي في السعودية. كلامي هنا عن صانعة البواريك دينا عزت. مين الفنانات اللي وثقوا فيها وبيعتمدوا بواريك من عندها؟ مين هي دينا عزت وإيه أبرز الأسرار عنها؟ يا ترى هي جنسيتها مصرية ولا جنسيتها إيه؟ دينا عزت حكايتها حكاية وهقول لكم عنها أسرار كتير في الفيديو ده، بس خليكم معايا للنهاية. دينا عزت هي كلمة السر في جمال شعر أي فنانة أو إعلامية مصرية أو حتى خليجية، علشان هي صانعة البواريك اللي ما فيش واحدة مشهورة راحت لها وعملت عندها باروكة إلا وطلعت واحدة تانية. أصل اللي بيقعدوا تحت إيديها ويسلموها نفسهم يخرجوا شخصيات تانية خالص. دينا تبقى بنوتة صغيرة لسه، يعني تقريبا كده في أواخر العشرينات، وجمالها بقى أوروبي وطبيعي، لا في بوتوكس ولا حتى فيلر. أما الشعر بقى طويل جدا وأصفر، بس هي عالم ده فعلا شعرها ولا باروكة؟ ما هي أساسها صناعة البواريك برضو. ودينا رغم سنها الصغير إلا إنها قدرت تعمل اسم براند في صناعة البواريك، وكل المشاهير بيتعاملوا معاها وبيحبوا شغلها جدا وتعاملها كمان، لأنها محترمة وشاطرة، ما بتعملش أي باروكة والسلام، لا وبتختار الباروكة على حسب حجم الراس بالظبط وملامح الوش ولون البشرة، علشان محدش يشك إنها باروكة مش شعر حقيقي، وبتنصح أي حد ما يشتريش باروكة جاهزة لأنها تبقى باينة قوي. عندها جرأة قوي في اختيار ألوان البواريك، أصلها شخصية جريئة قوي سواء في لبسها أو شغلها، وطبعا علشان بتهتم جدا بصناعة الباروكة، سواء كانت هتعملها لشخصية مشهورة أو لا، بتعمل الباروكة الواحدة ب10,000 جنيه. أيوة حقها بصراحة يا جماعة، رغم إن أسعارها الغالية إلا إن عندها بدل المحل 4 في مصر، ده غير اللي في المملكة العربية السعودية. أما بقى الفنانات اللي بيروحوا عند دينا عزت، فمنهم الفنانة نرمين الفقي اللي الكل بيتكلم على طول، وكثافة شعرها طلع باروكة تخيلوا، وبتظهر بيها نرمين الفقي دايما على السوشيال ميديا واللقاءات والمناسبات، وبتتعامل معاها على إنها شعرها الطبيعي. مش بس نرمين اللي بتروح عندها تعمل باروكة، لا دي الفنانة رانيا يوسف كمان بتلبس من عندها باروكات بأشكال وألوان مختلفة، ومفيش مرة حد شاك إنها باروكة، وبتكلمها في كل عمل فني داخلة فيه تقولها عاوزة باروكة بمواصفات كذا تليق على الشخصية دي، حتى في المناسبات بتعمل لها باروكات تليق على تصميم الفستان اللي هتظهر بيه. وطبعا الفنانة سوسن بدر لما شافت الكل بيتكلم عن جمال شعر نرمين الفقي ورانيا يوسف قالت ما بدهاش، وطلعت على دينا عزت فورا وعملت عندها أكتر من باروكة. تخيلوا إن ما طلعش شعرها وضحكت علينا، تقريبا بتلجأ ليهم لان شعرها بقى ابيض بحكم سنها. الفنانة اللي محدش يتخيل انها بتظهر بباروكات من اول بدايتها الفنية هي الفنانة ملك أورا، ودي صدمة لانها لسه صغيرة في السن، لكنها ما بتظهرش بشعرها الحقيقي. والغريب انها اخدت مامتها الفنانة عبير منير كمان معاها عند دينا عزت وعملت عندها اكتر من 5 باروكات. نيجي بقى للاعلامية رضوى الشربيني اللي غفلتنا كلنا، وبتظهر في برنامجها بباروكات عاملها عند دينا عزت، وطبعا كل يومين بتظهر في برنامج وتقول انا النهارده عملت لوك جديد وتطلع ترند، محدش يعرف انها باروكة. وانضمت ليهم الفنانة بسمة وبدرية طلبة بيلبسوا برضو باروكات من عند دينا وما بيظهروش بشعرهم الحقيقي. الصراحة معهم حق يلبسوا باروكات، لان في اللي بتخاف على شعرها البيبيليس والسشوار والاضاءة والتصوير زي ملك أورا، ومنهم اللي شعره بقى اخف وبيض بحكم السن. ومن الفنانين برضو هايدي موسى وماهي بنت الفنان ماجد المصري وسوسن بدر وجوري بكر وساندي وهدى وحنان مفيد فوزي وغيرهم كتير. قولوا لي بقى، هل شايفين دينا عزت شاطرة في مجالها وقدرت تعمل شعبية كويسة وثقة لعملائها، خاصة انهم من طبقة الفنانات، ولا الموضوع مجرد شو؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.